73. بعد نصنع الرحلة وسهلا بكم، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في نهاية الأربعاء اليوم 13 ماي 2020 في زوم 73 لقاية اللي باش نحكيو فيه بالسياسة. اسمعونا بالسياسة. بالسياسة كل يوم في الوقاية هذية نعملوا نافذة طلع على أهم الأحداث اللي صايرة في بلدنا على مستوى وطني، على مستوى جهوي أو على مستوى محلي فيما يخص السياسة، فيما يخص كل ما قاعد صاير اليوم في مجلس نواب الشعب، في الحكومة، القرارات اللي قاعدة تخرج مؤخرا. معنا اليوم بتليفون سعيدة بستقبلوا نائب عن حزب صوت الفلاحين سي فيصل التبيني. صباح الخير ومرحبا. مرحبا بك وكل العامين ومستمعي اذاعه نجمة فان. يعيشك، اهلا وسهلا بك سي فيصل. خليني باش نبدا معاك نقطه الانطلاق اللي كانت من البارح. احنا براتيكمون كل يوم معناها وين فما جلسه باش نتابعوا الاشغال نتاع جلسه مجلس نواب الشعب، نشوفوا في مشاحنات ونشوفوا في تجاذبات سياسيه اليوم في صلب مجلس نواب الشعب. نوعا ما المواطن يقول لك حدنا على الاهداف اللي النواب موجودين على خاطرها اليوم في المجلس، ولينا نصفيوا في حساباتنا الشخصيه، ولينا نتعاركوا علي ليا وعلي عليك وعلي عليك، ومعناها نتعاركوا في حاجات شخصيه خاطيه الاهداف نتاع المواطن وخاطيه احتياجات المواطن اللي يستنى فينا واللي انتخبنا اليوم وكان عنده الفضل باش انه النواب يكونوا موجودين اليوم في مجلس نواب الشعب. شنو قولك انت في التجاذبات هذيا سي فيصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحب نعتذر لاذاعه نجمه اللي انا كنت مقاطعها المده وانا غاز اني المشكله اللي كانت صايره مع اذاعه اي اف ام مش مع نجمه بي. حتى كلمتني زميلتكم مره اخرى اعتذرت، وعلى اساس اللي انتم هم اللي دخلتوا وشوهتوني في وقت الحمله الانتخابيه، لكن من بعد اكدت وانه الاذاعه اللي تخدم فيها كوثر الباردي واللي هي اذاعه اي اف ام، ولذا هذه حاجه انا هذايا احنا هكا باش نوضحوا الامور. معناها انت انا كي نظلم نقول انا ظلمت، نقول الحق حتى على روحي سيدي. يا شكرا ليك سي فيصل. حتى وكان احنا رانا نخدموا على روحنا، ماناش نخدموا باش نشوهوا فلان ولا فلتين. اللي صار المره الاخرى في وقت الحمله الانتخابيه ثم شكون من جندوبه متهم بالارهاب وبالتنقيب على الكنوز، خلص اي اف ام وجديدين، خلص اي اف ام لتشويه في الحمله الانتخابيه، الانتخابات نهار 6 اكتوبر التشريعيه واي اف ام نهار 3 اكتوبر نهار الخميس خارج تشوه فيصل الدين. اوكي واضح. وكان عندهم ما يرد يتفضل يرد اي اف ام وعلى طريق كوثر البرد. واضح. اوكي باهي هكا نكونوا ووضحنا التصويره. فوالا نرجعوا للموضوع نتاعنا. توا انا مانيش البارح جيت للبرلمان، انا عندي 50 من دوره 2014 2019 والحمد لله معناتها في الدوره هذيك حققت انجازات سواء على المستوى الوطني وكان معناتها صوتي مسموع وكنت ما نحكي كان بوطنيه ونحب بلادي. وحققت انجازات ملموسه لجهتي، ورغم اللي انا في المعارض جبت مركز التعليمي لمرض سرطاني 130 مليار، جبت معدل تطهير ب 30 مليار، فهمت يرجع مهرجان الجاز، فهمت باش هذوما بعض الانجازات للنائب فيصل التبيني على مدى الخمس سنين اللي تعدت في ولايتي والحمد لله ومانيش عامل مزيه وان شاء الله تمنيت راني باش نحقق مع اكثر. ونجم تقول وعودي الانتخابيه وانا في المعارضه نجم تقول حققت من هذه الاشياء على مستوى الوطني في التشريع في مجلس النواب، تصدينا المجله الاستثمار اللي كانت باش تملك الاجانب الاراضي السلاحيه والحمد لله طالبات النهضه ونداء تونس وقتها وديجا وقانون مع ليكار مع اتفاقيه ليكار، والناس الكل تعرف الخلاف بيناتي انا ورئيس الحكومه السابق يوسف الشاهد كان على اتفاقيه ليكار، تعرف العباد موقفنا كانت واضحه. لكن البرلمان هذايا انا من الاول قلت سنندم على برلمان نتاع نيابه 2014 2019 اللي في خمس سنين لم نرى اي نائب يتوجد وين موجود الكاميرا اللوتر اللي في ثلاثه مناسبات. المناسبه الاولى كان في قانون المصالحه ابطان وسامي عبو معايا عماد الدايني واقفين لا مسينا كاميرا ولا عملنا رابعه ولا سبينا عباد ولا حد شيء. اي قلنا راهو قانون هذا غير معقول وماهوش معقول. المره الثانيه الخلاف اللي صار ما بين النائب على الجبهه الشعبيه جيلان الهمامي وليد الجلاد. والخلاف الثالث وقتها صارت مشكله في مع رئيس المجلس. اليوم
سبعه الناس كل يوم. جوستومون خاطر هكا مشينا نحكيو على الموندا اللي تعدات، خلينا في الموندا هذايا سي فيصل. اي الموندا هذايا تحسها موندا تاع راجل تصفيه حسابات. تصفيه حسابات. يعطيك الصحه، الناس اللي جات من نهار الاول كلاش. من نهار الاول. من نهار الاول كلاش، معناتها انت تاخذ الرابعه وما عرفتش مية وناس كفر في بعضها ياخذوا منه سنه. ناس كفر في بعضها. ناس تسب في بعضها، يا ولدي راهو راكم مش تعدوا 50 مع بعضكم، راهو باش تحققوا لبعضكم، راهو باش يجي نهار اللي الحزب هذايا باش يقدم مبادره تشريعيه ولا قانون باش يصوت مع الاخر، راهو باش يجي نهار ثم اعتراض وباش نمشي للمحكمه الدستوريه باش يمشي هذوما مع هذوما، معناتها اشياء الدين الايديولوجي. هذوما يقولوا انتم تابعين الامارات وفرنسا والاخرين يقولوا انتم تابعين تركيا وقطر. والزوز بالنسبه لي انا عملاء. الزوز بالنسبه لي انا خونة ومرتزقة عملاء، احنا ولاد تونس. احنا تمنيت راهو يتهم فيه انه يحب تونس اكثر منه. تمنيت. اما يتهموا انك انت ولد الامارات وانت ولد فرنسا وانت نتاع حفر وانت نتاع سراج وانت نتاع اردوغان وانت مع الشنية، هذه عار على بلادنا. هذه عار. غاندي سالوه قالوا له ايهم احقر انسان في الدنيا؟ قال لهم انسان اللي يحمل جنسية بلاد ويعيش منها ويتمتع بثرواتها وخيراتها وينتمي لدولة أخرى. هذا اللي صاير اليوم. أين الانتماء لتونس؟ أنا البارح في المداخلة نتاعي قلت لهم أنا والدي من معناتها جنود معركة الجلال منافق. معناتها ولاخذينا الأرض. لاخذينا شهرية، لاخذينا رخص، لاخذينا لا لواج لا قمرك القاب. إيه؟ لكن هذايا 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 سي فيصل ما يهزناش نحكيو على لحظة خليني نتفاعل معاك، ما يهزناش نحكيو على نوعية أخرى من النواب اليوم اللي معناها يستعرضوا البطولات ويستعرضوا النضالات نتاعهم ونتاع أجدادهم اليوم في مجلس نواب الشعب. أنا نقارن في اللي ناس اللي هزت السلاح ضد فرنسا واللي حررت البلاد واللي اليوم فما عديد المناضلين اللي اليوم أعمارهم فاتت 80 سنة. والله انا نعرف عباد مد ايديها قدام الجوامع. هذوم المفروض نكرموهم كدوله. في الجزائر عاملين لهم وزاره المجاهدين. وزاره المجاهدين. نحن اليوم اللي شد شارين حبسه وناظر ضد بورقيبه وضد بن علي وانا ما نعرفش كيفاش ناظروا. انا عمري ما لقيت واحد عنده محضر نتاعو شدوه على خاطر قال اعملوا مدرسه البلاصه الفلانيه ولا اعملوا سبيطار البلاصه الفلانيه ولا وحديته حق البلاصه الفلانيه. قال شنو هما حازوني على الجامع ما نصليش. ما كناش نصلوا، ما كناش نحجوا، ما كناش نعدوا في رمضان. دونك هذوما ياخذوا التعويضات وهذوما يخدموا يخدموا اولادهم. البلاد بقات ضايعه لليوم. خليني نمشي معاك سي فيصل لهنا. هذايا كان البارح في صلب المداخله نتاعك في مجلس نواب الشعب. نعاود نذكروا اللي الجلسه اللي صارت البارح كانت على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الدولي لانشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئه والمؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره. هكا ولا؟ باهي، شنو علاقة الكلام اللي كنا نحكيو فيه اليوم بالقانون هذا ولا مشروع القانون؟ انت مكركرك من الاول سمعت قلت هذا قرض كسائر القروضات. نحن نسير في المجلس هذا بطريقة اشبعونا سبا وفزنا بالباعي. والقرض هذا راهو باش يتعدى سواء هكا ولا هكا، لكن اللي انت ما ركزتش عليه هو سمعت هالمداخلة نتاعك الكل راهو سي فيصل هو أهمية المداخلة. واللي انت اللي عديتك الى حد الان ما فهمتش المقصود. البارح راهو الجلال الزراعي 12 ماي البارح راهو تاريخ الجلال الزراعي. من المفروض البارح قبل ما تبدا الجلسه العامه في البرلمان يقع الحديث على تاريخ من النوع هذا. من المفروض راهو يقع حديث على تاريخ اذا كان نحن نجلوا تاريخ من النوع هذا لا نستحق ان نمثل الشعب التونسي. لا نعرف تاريخ تونس. انت تتصوري الحديث على القرض هذاك اهم اني باش نحكي على الجلال الزراعي، اهم باش نحكي على قانون التامين اللي عمله بورقيبه يرحمه بافعاله جديديان بافعاله بورقيبه ما كانش عادل بين الجهات رغم اللي عمله لتونس ورغم المجهودات اللي عملها. ما كان معناتها بورقيبه راهو حقق شيء مهم هو قانون التامين. اذا كان نحن البارح ما نحكوش على قانون التامين ما تنسوش حاجه اللي البارح 12 ماي زادا ما تنساش 12 ماي 1881 هو التفويت نتاع الامبراطوريه العثمانيه لتونس في معاهده باردو لفرنسا. دونك اللي يخاف من التاريخ ما يحكيش عليه.
انا حكيت البارح باش نوري للناس التاريخ على خاطر ستين اوكازيون. اي ما سي فيصل المواطن يقول لك احنا اليوم حشنا بقرارات حشنا بمشاريع حشنا بقوانين اليوم تتصادق عليها في البرلمان مانيش باش نقراو درس نتاع تاريخ زاد. معناتها شنو هي؟ معناها المواطن اليوم اللي يتفرج اللي يتفرج اللي يتفرج في الجلسة شوي 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 علاش نعملوا في عيد الاستقلال مال؟ إيه عيد الاستقلال نحتفلوا به هذا من المفروض من المفروض منه سي فيصل المواطن يقول لك اليوم عيد الاستقلال عيد الاستقلال ماهوش النايب باش يجي يقول راهو اليوم فما عيد الاستقلال هذا احنا قاعدين نحتفلوا به كل يوم. اسمعني عايش اختي لك تحكي مع مشرع ونائب شعب النجم انا كمشرع نمشي نعمل مبادره تشريعيه ونرجع من 12 ماي لجلال زراعي يوم وطني ونتبعوا فيه. علاش ما صارش هذا مثلا؟ علاش ما صارش؟ اسمعني راهو انت كي تحكي تقول نائب شعب لا زاد نائب شعب راهو ماهوش مهمته انا باش يصوت على قوانين وقروضات تطلع على خير باش يشرع قوانين زاد. اي شرع قوانين زاد باش يحكي على تاريخ البلاد. القوانين اذا كان انت تلقى ناس اليوم تتعارك على فرنسا وتتعارك على دول اخرى اللي نحن ما عندنا عليها حتى شيء. اوكي؟ وانا ما نذكرهمش بتاريخ بلادك عاد على الدنيا سلام. اسم تاريخ بلادنا مش بلادي وحدي هذي تاريخ بلادنا هذا يا سي فيصل مش بلادي وحدي. انت حسيت يا مدام تفضل. انا حسيت حرقت طفيه ومدهيل انا حسيت وانه فما ناس خاف من تاريخ تونس. فما ناس ما تحبش نعرفوا تاريخ تونس. فما ناس اذا كان عيد البارح جلال زراعي وما ادراك ما نستوقوش فيه وانا نايب عن حزب صوت الفلاحين. باهي اذا كان انا نايب على الفلاحين ومانيش نحكي على موضوع كهذايا عاد نوجه البرلمان مانيش الداري. باهي اذا كان مانيش الظاهر اهميه القطاع الفلاحي في علاقه الاجراءات اللي صارت مؤخرا من رئيس حكومه ان يجي المؤسسات الاعلاميه باحترام الشرفاء اللي يخدموا في المؤسسات الاعلاميه ويجي يعمل لها اجراءات وما يعملش اجراءات للفلاحه اللي قاعده تموت الشعب التونسي وتوكل فيه واللي قاعده تشد الاقتصاد الوطني وقتها نولوا نحكوا انا واخر معناتها تو المطلوب مني اني انا ما نجبدش على تاريخ تونس. لا 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 سي فيصل ما تفهمنيش بالغلط هذا ماهوش مطلوب منك احنا لا نستفسروا قاعدين نفهموا احنا مطلوب مني انا ما نحكيش سي فيصل احنا قاعدين نحاولوا انا نوصلوا صوت المواطن اليوم للنايب اللي يتفرج عليه يقول لك يا خويا احنا عندنا حاجات نجموا ناخذوا من عندكم حاجات اخرى والا المداخلات نتاعكم تكون تحكي على مشاكلنا تحكي على همومنا تحكي على المعاناه اللي قاعدين نعانيوا فيها. هذه ماهيش مشاكل شعب مشاكل شعبنا مش ناخذوا اليوم الوطني معناها للجلاء الزراعي تشوف انت اهم من قفه المواطن اليوم اهم من قوته ومن قفه المواطن مرهونه بالفلاحه اكيد هذايا من المفروض هذايا حاجه مؤكده مرهونه بالفلاحه واحنا اليوم قاعدين نشوفنا قاعدين نشوف اليوم في الـ في الـ في شوي شنو تحب نحكي على الوتله المسكره كم الشعب كي ما قلتش تحكي على الوتله المسكره مش نقول لك انت شنو باش تحكي سي فيصل احنا قاعدين نحكيو اليوم بشوي كان حكيت شبيك حكيت وكان ما حكيتش بيك ما حكيتش النواب اللي ساكتين وما تكلموش بالكل ما حكيتوش عليها والنائب اللي يحكي على تاريخ بلاده وعلى اهميه القطاع الفلاحي في الدوله الاقتصاديه وعلى انجازات تونس في علاقه بمعركه الجريرة والاقتصاد للاستعمار بالنسبه لنا نحن ما خرجش فعليا الا مع اخر مزارع فرنسي خرج 14 مايو 1964 سي فيصل باهي سي فيصل احنا اليوم في مرحله ان معناها محتاجين ان نقدموا القدام هذايا اللي حبيت هذايا اللي حبيت نوصله لك اليوم احنا اليوم محتاجين ان نقدموا القدام بالقرارات وبالمشاريع وبالمشاريع القوانين اللي انتم اليوم لا شكون قال تاريخنا نحبسوه معناها هذايا الكل سي فيصل خلينا نتعداو النقطه هذه باش ما نضيعوش برشا وقت هو هذايا انت لا لا خاطر انا شرف لي أن يقع اتهامي شرف لي أن يقع اتهامي وأني بزايد وطني معناتها أنا كي نحكي على أنا راني ما زلت باش نحكي على تاريخ تونس باهي وما زلت باش نتكلم على تاريخ تونس فهمتني غير بزايد في البيت واضح باهي سي فيصل خليني نتعدى معك لنقطة أخرى اليوم أنت ديما تقول أنا نايب شعب وفي صف المعارضة أنا في المعارضة هكا ولا ما تشوفش اليوم اللي المعارضة معناها مشتة برشا في مجلس نواب الشعب في الموندا هذية اللي نحكيو عليها اليوم الموقف نتاع المعارضة ماهوش كيما قبل ماهوش كيما كيما يا أخي توا هذا ماهوش ذنبي أنا مثلا باش نجي أنا موقف المعارضة باش نجي نقول متوحدة أنا نحكي على روحي نحكي على حزب صوت الفلاحين شنو المطالب نتاعو أنا نتمنى أنه طاقة التوحيد
سواء في المعارضة ولا في الحكم زاد الحكم رأنا نحن في حاجة اليوم بشيقة التوحيد المواقف والأهرام أخاطر اليوم التشرذم اللي صاير في الحكم أنت راهو اليوم ماكش مطالبة الدولة لا يحكمها المعارضة تحكمها الائتلاف الحاكم الائتلاف العاكم هو المطالب باش يتفاهم ماهوش المعارضة المعارضة راي النجم غدوة أن نتعارض مع الطرح تقدموا النهضة حزب حاكم نتعارض من النهضة وقت باش تقدم مقترح قانون اللي يصعب البلاد باش نصوت معاها ماهيش معارضة عدمية معارضة مسؤولة اليوم راهو ماناش معارضة من أجل المعارضة وقت يسمى قوانين تخدم مصلحة البلاد علاش لا؟ نهار اللي احنا اقتنعنا وانه تفويض الرئيس الحكومة على الفصل 70 للحكم بالمراسيم يسعى البلاد صوتنا معاه علاش لا؟ على فكرة انا باش نحب نوضح حاجة امس 12 ماي جلال زراعي كحزب صوت الفلاحين قدمنا 5 أسئلة كتابية حسب الفصل 145 من نظام الداخل لمجلس النواب الشعب في علاقة بعدم احترام سفير فرنسا للسيادة الوطنية واللي قاعد يدور من بلاد بلاد في الزيتون الجناء في البردان الجناء في الدقل الجناء في يمشي للدخل في مسائل خاصة بالدولة بينما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في الفصل 41 انتحى واضح وانه شد بلايس ويبنك على روحه كانوا معمر خلينا نشوفوا له حل وكانوا دبلوماسي سفير يمشي يشد السفارة نتاعه ويخدم على رهبان المقترح اللي اعطيناه وانه اتفاقية فيينا تقول اذا كان تجاوز الاعراف الدبلوماسية لابد من تطبيق الفصل 9 من اتفاقية فيينا وخويا ويهز وليدهم ويمشي على روحهم خلونا يبعثونا انسان يحترم البلاد هذه راهو مشى للاستعمار منها. واضح يا سيدي. واحنا اللي طالبينه شنو هي؟ اي. زاد ثم عباد يقول لك يا خويا باش يعاونوا باش يهز دقله وباش يهز الزيتون وباش يعاون على السياحه. ما فيها باس. يقدم مطلب لوزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه تراسل اي وزاره معنيه بالموضوع تاخذ المواقع باش يمشي الدقله يرد وزاره الفلاح. باش يمشي يتفرج في مهرجان يراسل وزارة الثقافة باش يمشي يتفرج في ماتش تاع كورة وزارة الرياضة الرياضة وهي تجاوب وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الخارجية مع الموافقة نتاع الوزارة المعنية تصبها لوزارة الداخلية اللي تأمن له الوقت اللي باش يتحرك فيه وإذا كان وزارة الداخلية تراوى أنه ماهوش ممكن باش يتحرك ما يلزموش يتحرك وإذا كان ثم في الزيارة نتاعو حاجة عندها علاقة بالمؤسسة العسكرية سواء منطقة عسكرية ولا أي حاجة حتى باش يعطينا معدات عسكرية لابد من استشارة رئيس الجمهورية حكم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة في خصوص هذا يزي مرتاع في البلاد هو وامثاله وهذا حسيت ما نقصدوش رئيس أو سفير فرنسا بركة نقصد كل سفراء العالم اللي موجودين في تونس صحيح نحن السفراء نتاعنا البركة قاعدين يدوروا بي سي فيصل وصلنا لختام البرنامج نتاعنا نشكرك برشا على المداخله تحيه ليك شكرا ليك نائب عن حزب صوت الفلاحين اليوم كنت حاضر معنا سي فيصل تبيني تحيه ليك وتحيه للناس اللي كانت تسمع فينا الكل واللي كانت تتابع فينا من بدايه الصبحيه حتى لقيت هذا من العشره حتى الماضي ساعه غدوه كما العاده موعد يتجدد معكم من جديد ميرسي توت ليكيب زوم 73 تحيه ليك مريم تحيه صفيه كانت في التليفونات ريم ويدوز معكم من قدام الميكرو اقبال زاده كيف كانت معنا في بالمواصل وبشير وياسمين اليوم كانوا في التيران تحيه لكم الناس الكل شهيه طيبه وفي الامان ردوا بالكم على رواحكم كود كار كود كار كود كار